والآن فليتفضل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإلقاء كلمة سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وإن شاء الله سنة سعيدة وطيبة علينا كلنا بأمر الله سبحانه وتعالى. السيدات والسادة، الحضور الكريم، شعب مصر العظيم، إنه لمن حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زياراتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سوهاج، قلب صعيد مصر الطيب، أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين حين شرع أجدادنا في عمارة الأرض وبنائها. ولا أخفي عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهل سوهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد بصفة عامة، ولا سيما وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. السيدات والسادة، أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب، إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معاً تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعاً ملموساً على الأرض. وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافياً ومتكاملة قطاعياً وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل. وقد ازداد فخري ونحن نشهد معاً ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفي مقدمتها صعيدنا الطيب والذي عانى كثيراً، ولذلك فقد كانت توجيهاتي واضحة لكافة أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد في أولوياتها وتكامل جهودنا لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن، سواء على مستوى الخدمات المقدمة له وخاصة في مجالي الصحة والتعليم أو لبناء وتطوير البنية التحتية، وذلك بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها لتعزيز أصول الدولة ورفع قيمتها لدعم الاقتصاد. وأنني أؤكد لكم بشكل قاطع وبإرادة حقيقية بأننا ماضون قدماً في مسير التطوير صعيد مصر، والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة. شعب مصر العظيم، تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول، وهي الحرب التي بدأت وزاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، وضعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاد أو دان، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية، وفي مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية.
وقد كانت فلسفة إدارة هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها علينا جميعاً. وبالتوازي مع تلك الإجراءات، فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة المحلية ودعم الصادرات لتقليل ميزان العجز التجاري، وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاستيرادية السنوية. وأنني أؤكد لكم بكل صدق وتجرد أننا ورغم كل الصعاب سنمضي معاً ليس فقط لعبور الأزمة، ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله يليق بتضحياتنا، ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفاد. إنني أتحدث إليكم وأنا على يقين في قدرات أمتنا وثقة في أبنائها وأمل في مستقبلها ومصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات، قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى بصياغة مصرية وطنية، وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام، وبإرادتهم سنجتاز التحديات، وبنا جميعاً بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.